أوقاتكم جميعا في كل خير. كما عرفت هذه السنة قفزة النوعية على مستوى الميزات المحصل عليها، حيث سجلت نسبة الناجحين بميزة حسن جدا 7.22%، أي ما يعادل 597 تلميذ وتلميذة. كنحيو اليوم واحد المناسبة اللي هي سنويا كتقام وكيتعلق الأمر بحفل التميز، هو حفل من أجل الاحتفاء بالتلاميذ والتلميذات المتفوقين دراسيا واللي حصلوا على نتائج متميزة، وكذلك حفل ل التنويه بالمجهودات اللي بذلوها نساء ورجال التعليم، وكذلك لتكريم مجموعه من الاطر التربويه المحاله على التقاعد. الحفل كذلك كيندرج في اطار، وهذا هو الاهم، الاحتفال بالذكرى 25 لاعتلاء صاحب الجلاله عرش اسلافه المنعمين. المناسبه كذلك هي من اجل التنويه بالمجهودات اللي كيبذلوها الاطر التربويه في المؤسسه التعليميه، وكذلك المجهودات اللي كيبذلوها الاباء والامهات مع التلاميذ مع الابناء ديالهم والبنات ديالهم من اجل تحقيق هذه النتائج المتميزه. الذي على التقييم جميل ياسر، على التلاميذ هي مولى يوسف التقنيه الثاني السلام عليكم، معكم تلميذة فاتي الحماني حاصلة على أعلى معدل على مستوى المديرية الإقليمية طنجة أصيلة 19.05 وتلميذة بثانوية تأهيلية بلنزران. أنا اليوم حاضرة في حفل ديال التفوق ديال منظمة المديرية الإقليمية احتفاء بالتلاميذ المتميزين. أنا جد فخورة حيت حاضرة معهم هنايا. السر باش أنني حصلت على هذه النقطة كان هو واحد العمل شاق ومثابرة اللي كانت منذ سنوات، زعما منذ البداية، ماشي من فراغ طبعا، ولهذا كنشجع زعما التلاميذ سواء المقبلين على أي سلك من الأسلاك الدراسية أنهم يبداو بجهد وبالشهاد باش يوصلوا للمراد ديالهم. بالنسبة للنقطة صراحة كنت متوقعة أنني غادي نجيب نقطة جيدة في البكالوريا، ولكن ما توقعتش أنها تكون على الأولى على المستوى الصعيد على الصعيد المديرية الإقليمية. من مورا الباك كنطمح انني نعمل كليه الطب ان شاء الله. اللي له الفضل في انني حققت هذا الشيء هذايا هو طبعا التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. كنبغي نشكر ايضا الوالدين ديالي اللي كانوا هما المساند ديالي منذ زعما المراحل الاولى ديال الدراسه ديالي. كنشكر ايضا مدير المؤسسه والاساتذه ديالي اللي كانوا في المواكبه واللي قدموا جميع انواع التفاني والاخلاص في العمل ديالهم باش قدرت انني نحقق هذا الانجاز. الذين يتحدثون الصعوبات لا يتفوقون ما شاء الله بهذه الطريقه ويحصدون كل هذه الاستثمارات. السلام عليكم، سميتي ايوب خالدي، جيت طنجة في 2016، انقطعت من الدراسه في سنه 2013 من اولى اعدادي، ومن بعد ما جيت لطنجة هنايا دخلت كنتابع الدراسة ديالي في مركز محاربة الأمية الوطني. صراحة شوية كنت مخلوع، ولكن الحمد لله دازت كلشي مزيان، دازت فيها 15-35. الفترة ديال الاستعداد ديال الامتحان كانت شوية صعيبة، وكيكون شوية ديال الضغط، يعني شوية ديال الضغط، الوقت كيمشي دغيا شوية، يعني خصك داك باش تبريباري جميع المواد. الحمد لله قدرنا نبريباري وندوزو الحمد لله. صراحة أنا كيعجبني نخدم في الأعمال الاجتماعية، يعني الأعمال الاجتماعية بصفة عامة كما كان، المهم الأعمال الاجتماعية بصراحة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.